أنا ما عندي كتير اهتمامات رياضية، يعني ما بعرف كتير بالطابة ولا بهالأمور الرياضية أبدا، لكن حبيت خوض هالتجربة لأنه واجبنا نحن كسوريين كصحفيين كإعلاميين أنه نفضح الروس ونستغل هذا الحدث العالمي لنوصل لهذا الجمهور. الجمهور الرياضي حول العالم ما بيعرف شو عم بيصير بسوريا بالواقع، أو هو ما مهتم بشكل أو بآخر. هاي المعاناة اليوم نحن كلاتنا كسوريين عم نعاني بسبب روسيا بسوريا، بسبب تدخل الروس. كل الجرائم اللي يمكن جربوا أسلحتهم، قتلوا كتير ناس، قضوا على أحلام كتير ناس، هجروا الناس من مدنها، هن عم سبب معاناة لكتير ناس. عم يظهروا بكأس العالم بتنظيمهم للمونديال انه هن الناس كتير حضاريين، كتير وجه إنساني، بالمقابل هي الحياة عكس ذلك تماما. اليوم لما عم تحكي قصص معاناة الناس، لما بتلامس أوجاعهم، لما أنا أي شيء بيلامس أوجاع الناس، أي شيء بيلامس هموم السوريين أولاد بلدي، همي أنا في كثير ناس لما بتحكي قدام الكاميرا ومكون نحن وراء الكاميرا، هي عم تحكي همك، عم تحكي وجعك كإنسان سوري عم بتعاني بسبب الروس. فهي كلها هاي الدوافع يعني دفعتني أكثر لأنه نشتغل وأنه نقدم أقصى طاقتنا في سبيل إنجاح هاي الحملة، وبتمنى أنه تنجح. يعني أنا أحد الأشخاص المهووسين بكرة القدم، أحد الأشخاص المهووسين بشيء اسمه كأس عالم، كنت أتابعه وكان عمري لا تتجاوز 8 سنوات. خلال الحملة التقينا أشخاص رياضيين، أشخاص بيحبوا الحياة، أشخاص بيحبوا يمارسوا لعبة كرة القدم، ولكن روسيا يلي هلا مستضيفة كأس العالم تسببت ببتر أحد أطرافهم، وهن أشخاص كثيرين من قلال. يعني أنا ممكن أعد لك أكثر من 50 اسم رياضي بتر أحد أطرافه بسبب القصف الروسي يلي استهدف مدنهم واستهدف ملاعبهم ومنشآتهم الرياضية. هلا أبرز الصعوبات كانت لما صورنا تقرير عن الأشخاص المبتوري الأطراف، وبعرف أنه في أشخاص متضررين، ولكن أنت لما تشوف رياضي يلي أحد أهم أطرافه اللي هي رجله اللي تساعده ليمارس اللعبة مبتورة، تلاقي هدول الأشخاص قدروا يتجمعوا ويعملوا فريق كرة قدم وعم يمارسوا هاي اللعبة. فأثناء التصوير كنت كتير يعني مصدوم نفسيا أنه هدول الأشخاص يعني مش قادرين يتمتعوا بإرادة، إرادته شقد قوية، شقد حبه للحياة تغلب على الحرب وعلى الضرر النفسي اللي تعرضوا له بسبب بتر أطرافهم. فكنت كتير متأثر فيهم، كنت أستغرب بأنه هن كيف قدروا يتأقلموا ويتعايشوا. حطيت حالي مكانهم، أنا اللي بحب كتير لعبة كرة القدم، كيف فيني أمارس هاي اللعبة لو أنا مبتور أحد أطرافي أثناء هاي ممارسة هاي اللعبة؟ فكانت صدمة كتير نفسية. أنا بتمنى أنه بنهاية الحملة تكون الحملة ناجحة، وبتمنى أنه نكون نقلنا صوت الناس مثل ما نحن حبينا به. قبل الثورة حياتنا كلها كسوريين يعني دائما مرسومة بشكل مو طبيعي، ما في أي قدرة على الإبداع، ما بتقدر أصلا أبدع، ما في مجال لأنك أو مو متاح لك المجال لأنك تعبر عن موهبتك، تعمل الشيء اللي بدك إياه. لا، كان الأمور كلها مرسومة بشكل فظيع بسبب النظام الأمني، بسبب النظام القمعي، بسبب المنظومة النظام بشار الأسد. لما بلشت الثورة حسينا أن احنا كسوريين عنا قدرات، عنا طاقات، قادرين نعمل شيء، نغير شيء بهاي البلد. هاي هدول المجموعة من الشباب وأنا بيناتهم كنا عم نحارب لأجل هذا الشيء. كنا نحن عم نحلم بسوريا حرة، في إعلام حر نزيه بتيح المعلومة للجميع، بينشر المعرفة حول المواضيع السياسية وغيرها والأوضاع بكل موضوعية. وهذا الشيء اللي نحن يعني ضلينا طوال 7 سنين عم نحارب ونقاتل عليه.